عزيزاتي المتتبعات، صباح الخير عليكم. اليوم الشيف روزي طبخ الحلويات، نتمنى لكم نهار مبروك. رحب بكل الاخوات ورحب الاخوه والاخوات الجدد، ونتمنى لكم تدعموني بليجام وتشاركوا في القناه وتبارطاجوا الفيديوهات تاعي، باش ان شاء الله وباذن الله توصل الى اكبر عدد من الاخوه والاخوات باش يستافدوا، باسكو العيشه راهي غاليه والمشتريات راهي غاليه، يدوا يعني لمحه يدوا نظره باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا يعني في حياتهم اليوميه باذن الله. اليوم ان شاء الله جبت لكم مشترياتي الشهريه للمواد الغذائيه لشهر اوت باذن الله، فيها المواد التنظيف وفيها المواد تاع يعني المواد الغذائيه باذن الله. يعني الله غالب، يعني كل شيء غالي، الله المستعان، يعني ما عندنا ما نقولوا، يعني الله يجيب الخير برك. نبدو باذن الله كما قلتوا هنايا نشريت الطعام، هنا مانيش شاريه من السوق الجواري باسكو اللي ده مبلع مانيش عارفه كيحبسوه ولا ما فهمتش كيفاش. شريت يعني من برا عادي من السوبيرات برا كيما كتشوفي، شريت الطعام ها هنا يبيعوا فيه 16 نف، يعني 16 نف الكيلو كيما كتشوفي به الطعام هنايا، ها هنا 16 نف الطعام للكيلو ها هنا. انا نستعمله في نهار الجمعه ونستعمله ساعات اللي عندي طفل صغير ولدي يبغي ياكله. كيما كتشوفي هنايا جبت 3 لي، احنا من في الغرب تقريبا ما نستعملوش كي 3 لي، نستعملو شوربه يعني شوربه عاديه، شوربه تاع لسان الطير كيما كتشوفي فيها كيما هكا. هذه راهم يبيعوا فيها 8000، انا جبت وحده وللعلم راني يعني انا عندي ديجا بيت خزين، يعني بادي يعني ندير فيه، يعني راني ما بديت نوفر في بيت خزين، يعني بوغ سا يعني ما نشريش كل شيء كيما كتشوفوا. على قولكم انا دائما نديرو باش يعني في المشتريات ما تجيكمش كل ما يجيكمش صوالح غاليين. كيما كتشوفي هاي وينه الشوربه تاع لسان الطير، وكاين يعني بالشرق الوسط يقولوا لها التليتلي كيما يقولوا. جبت السكر، انا ديجا راه عندي السكر مي بغيت نزيد، هاي وينه هذا. جبت كيما كتشوفي راه يدير 9000، يعني برا 9000 للامانه، ها هو هنا السكر ب 9000. جبت المقارون، انا عندي هنايا يبغوا ياكل ولدي يبغى ياكل المقارون، يعني نديروها ثاني مرقان نديروها باسكو الظروف، يعني الله غالب الوقت وصل الدنيا دير كل شيء. هاي وين هذه يبيعوا فيها 8000، هذه النوعيه هذه تاع الشاف كما كتشوفي يبيعوا فيها 8000، يعني الاخوات راني نعطي فيكم يعني نظره يعني بالاسعار باذن الله. هنايا كما كتشوفي جبت القهوه، ها القهوة شوفي ها مطاكسين ها في لي سوبيرات 28 مين، ها يعني أنا بالعاني جبت الباكية اللي يكون فيها السعر، ها 28 مين يبيعوا فيها، ها 28 مين يبيعوا فيها. على قد كل واحد يدير تخطيط في حياته، ما يمشيش غير هباء أنا هكا يمشي ومن بعد يقول لك يا حي الدراهم راها ما تدير لينا والو. ها وينه كيما كتشوفي جبت أنا دو باكي، ها وينه. جبت الكاراتيكا ما لقيتش تاع نص رطل، ديجا عندي نص رطل ما لقيتش تاع نص رطل، جبت يعني تاع 500 غرام، هذه نوعيه جيده، هذه اللي يستعملوها كاع المحلات، يعني ما شاء الله بنينه ما عندك ما تقولي فيها، يعني ما عندي ما نقول فيها، يعني بنتها ما شاء الله وتجي طايبه ما خصها والو. كيما كتشوفي هنايا جبت زوج تاع 500 راهي دير 18 نف الباكيه، هيا شوفي شحال وصلت 18 نف للباكيه. ها انا عندي تاع نص رطل راني دستهم، عندي 5 تاع باكيات تاع نص رطل، وجبت هادو زوج تاع 500، يعني ناكلوها رانا ديجا رانا نديروها دائما باسكو علاه تتحل. جبت الشوربه، ها هي انا كيما كتشوفوا حباباتي الشوربه، حنا الجزائريين نموتوا على الشوربه. ها هي الشوربه يعني تاع 500 جبت تاع رطل، ها هي هنا ها هي هنا، هذه راهي دير 8000، ها 8000 يعني لا كاليتي هذه، هذه قالوا راهم يصدروها بصح مانيش عارفه. هاي وينه جبتها تاع راهي دير 8000، هاي وينه كيما كتشوفي فيها. جبت لاتاي، انا عندي نشربوا لاتاي، ها وينه ها ثاني 36 كتشوفي فيه 36، ها يعني انا كي نجيب لكم بالاسعار ماشي غير تاع سلك كيما كتشوفي هنايا. جبت الخمارة تاع الخبز، يعني عندي شويه انا في البلارة مي جبت هذه راهي دير 44000، هذه كبيره تاع 500 ديجا، هاي تاع 500 غرام راها دير 44000، ها
كي تشوفي بها 44000 يعني دي ولا يقول لك شوري بما هي ما يزيدش معاه. يعني نوري الاخوات هنايا يعني تعرفوني بلي عندي مصداقيه هنايا، انا كنجيب لكم كلشي باين. ها هي وينا هذه دي 44000. جبت زوج شعل ملح، ها جبت الملح ثاني يعني باش نبغي نوريك الاخوات، قالت بزاف الاخوات قالت لك عطينا الاسعار باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا. ها هي وينا، ومشوا دائما كما قلت لكم دائما ورقه وسيلو حبيبتي، السيلو تاع طرواميل يهني كاع العام. ها هي وينا الملح، انا جايبه زوج. ها وينا ها الملح، ها الملح انا جايبه زوج كما كتشوفي فيهم هنايا. زيدي ثاني شاجبت، جبت واحدة دهان. ها هي وينا دهان، راه دير 22000 هذه، هذه هي وينا دير 22000 تاع لابيل. نحل الاخوات باسكو كاين بعض الكلوفيات ما شاء الله غلا. ها راهي مبلعه مازالت مبلعه. هاي وينا هاي وينا جبت وحده هنايا كيما كتشوفي فيها هنايا. هاي وينا الدهان، هاي وينا جبت وحده قلت لك راه دير 22000. ايوا شوف انا نروحو دروك حبيبتي، نروحو للعدس. ها حبيبتي العدس ولاو جزائريين العدس ناكلوه ناكلوه صيف وشتا. يعني انا طفل ولدي عندي يبغى ياكل عدس للامانه، يعني من الظروف وصلت الناس انهم ياكلوا كيما هكا، ما عاد الدنيا ما دير. يعني الوقت وصلنا وصاي شباب نديرو قريت شي حاجه من الصاشي لا يدفل. ها هنا انا جبت العدس حبيبتي، ها وينا انا جايبه زوج كيلو تاع عدس من النوعيه الجيده، باش تعرفي النوعيه الجيده اللي يكون الحبه كامله مبلعه صح ماشي رقيقه، يعني الحبه الخشينه. هاي وينا كيما كتشوفي الحبه خشينه وتكون كامله. هذا شوفي حبيبتي بلا الحم يجيك ما شاء الله، يجيك بنين ما خاصه والو. وكاين هذاك هاي وينا كيما كتشوفي هنايا العدس راه يدير 41000 كاين اللي باعه شوفي 41 وكاين اللي باعه 44. يعني في الاسعار راهني راهم يعني شوفي غير في الاسعار يعني في مدينه وحده وكل واحد يبيعها. هذا النوعيه المليحه كاين اللي باعه 41 وكاين اللي باعه 44. انا قلت لك يمكن بغينا نقضي المشتريات الشهريه نتاعي هذه تاع المواد الغذائيه، ماشي نمشي سوبيرات وحده، انا ندور نضرب جوله كامله حبيبتي، نضرب جوله كامله باسكو انا ما نخرج يعني دائما الا يعني الضروره اللي صوالح نخرج منها. مشيت كرعيه منها حبيبتي حوست، كاين 44 كاين 41 ونفس لا مارك يعني كاليتي كيف كيف، وشريت تاع 41. جبت زوج كيلو جاوني 82. ها هي كيما كتشوفي بها 82، جبت زوج كيلو يعني شويه انا نص نديره ونص نخليه يعني في يعني نخبو شويه. زيدي شا جبنا، جبنا تاع لا ماشين حبيبتي. ها هو انا جبت لايف كيما كتشوفي فيه، ها هو هنا لايف، ها كيما كتشوفي ها لايف، ها هو هنا هذا هو، ها هو هنا جبت اللايف هذا. شوفي كان يدير 38000 تاع ثلاثة يطرو، ها ثلاثة يطرو هاكي تشوفي بها ثلاثة مكتوبة، ثلاثة يطرو كان يدير 38000 دوك راه يدير 45000. أنا جبت وحدة كيما كتشوفي ودوك نخبرك أنا كيفاش ندير ليها هذي الوحدة. هاي وينا بغي منا هاكي تشوفي فيه شان نجيب معاه، قريت ونخبرك أنا شان نجيب معاه باش تقدري يعني توازني أمورك وتجيك أسهل ما يكون. شوفي شنو وليت نجيب معاه، وليت نجيب معاه هذا ايزيس تاع كيلو و500 غرام، ها كيلو هاي من 500 غرام هذا راه يدير 44000. انا شيتها ب 44000 هذه تاع كيلو، كيلو و500 غرام راكي تشوفي بها هي وينها، كيلو 500 غرام هاي وينها كيما كتشوفي فيها. انا نزيد نستعملها معاه هاي وينها، واخا شوفي الماكله هاي وينها كيلو كيما كتشوفي فيها كيلو و500 غرام هاي وينا ب 44000. يعني ما نزود بها يعني باش اولا يغسل لي مليح، ثانيا يعني نقتصد فيها. وجبت الامير ها وين الامير هذا راه يدير دي زويمين، يعني زاد راه يدير دي زويمين. هاي وين الاخوات ها وينا راه يدير دي زويمين. وهاد لا مايونيز جابها ولدي من عنده يعني ما بغيتش كان معايا وشراها هو. هاي وينا ب 31000 بصح كبيره فيها هاي وينا من في خاطره ما شراهاش، بين نقولها ما تشريشو ماذا بيا دار مزيه كيعاوني. هاي وينا
فيها 850 غرام دير 31 هذه تاع لاسيير انا نخدمها في الدار بصح مين جابها وليدي ما بغيتش يعني نقزع وليدي انا على اتفه الاسباب. هاي وينه كيما كتشوفي فيها حبيبتي يعني سهله مهله. هذا هما المشتريات ديال الزيت عندي البابي كيما كتشوفي فيه هنايا. ها وينه انا شريت ها وينه كيما كتشوفي البابي هذا انا جبته من الحجم الكبير يعني فيه كاين زوج يعني واحد راني صايب ديت بيه وهذا راني داساته يعني نخبيه يعني الشهر الجاي ان شاء الله الشهر الجاي ما نشريهش. كيما كتشوفي كيما هكا انا من عندي بيت تخزين هذا المشتريات هذه الشهريه المواد الغذائيه ومواد التنظيف هذه هي اللي جبتها يعني ما كي نقولوا حنايا اللي مي تكوني داسه قضيانك ما حانوتك في دارك ما تخافيش دائما تجيبي بكميه قليله. بالنسبه للبابي انا بغيت نشري كيما قلت لكم باسكو علاه احسن من نضل دوك لي طوغشون نضل نغسل ونضل واقفه سورتو لي طوغشون دوك تاع ضروك بالسيب باش يخرجوا. فضلت اني دائما نستعمل البابي في الكوزينه يعني في الداخل في الكوزينه احسن من نضل نستعمل في دوك لي طوغشون كيما قلت لكم وغسيلهم اكثر من فايدتهم. كيما كتشوفي هنايا هذه هي المواد الغذائيه تاع الشهر نتاعي شريتها يعني بغيت نعطي لمحه للاخوات بزاف الاخوات قالت لك يعني ورينا كيفاش كيتمشي كيفاش باش تتصرفي باش حنا ثاني يعني نعرفوا كيفاش نمشوا ويعني والله المستعان يعني حسبي الله ونعم الوكيل شبي تقولوا يعني المصاريف هذه هي كي نقول حنا وكل واحد يمشي على حسابه وكل واحد يمشي على حساب يعني المدخول تاعه وكل واحد يمشي يجيب واش ياكلوا ولاده. ما تروحيش تجيبي لي انت حوايج ما ياكلوهاش ولادك ومن بعد تقولي لي الدراهم راه ما تكفيش والقضيه راه ما يكفيش. كيما واحد شي الوقت قالت لك باللي كيفاش تقولوا مليون وما نش عارفه واش يا حبيبتي وا انا نمشي على حسابي على حساب دراهمي ماشي انا نتبع الناس. انا ما نتبعش الناس انا كي راني جايبه لكم يعني المشتريات الشهريه المواد الغذائيه ومواد التنظيف يعني للطبقه المتوسطه والضعيفه يعني هذا اللي تقدر تعيش به. مي نقعد انايا انا قلت لكم ديروا بيت الخزين باسكو ينفع 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 والله العظيم الله يسلكك يعني ما تولي تشري غير شويه تولي تضغطي شويه على روحك حتى 5 شهور ولا 6 شهور بصح من بعد كي نقولوا حنايا توفري تولي تشري غير شوي 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 وتعمي دوك اللي تروحي تشري ضربه واحده ما 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 يقد قد هذا والله العظيم. يعني نصيحه للاخوات طبقوا غير كيما نقول لكم انايا تنشكو بزاف اخوات شوفوا في الكومونتير قالت لك انا تبعت راني تبعتك راني نحمد ربي نحمد ربي بزاف اخوات يعني كتخصهم حوايج في ديارهم شراوهم بالطريقه اللي يمشي بها انايا غير كيما هكا يعني من كل روضين زهره كيما يقولوا نجيب كل حاجه منها شوي شوي. مثلا كيما الملح انا الشهر هذا اذا استعملت زوج تبارك الله ما استعملش يبقى لي وحده. مثلا العدس انايا راه مازال شوي سخانه نستعمل كيلو اذا كملت كيلو صحه ما كملتش نزيدها مع الكيلو الاخر اللي مدساته. الخمر انا ديجا باقيه لي شي في البلاره ما نحلش هذه حتى نشوف اذا الشهر هذا ما عجنتش بزاف هذه نصيبها من روح اخرى. يعني نصيحه للاخوات كيرانتي كذا تنفع الناس يعني ما وجبه ما عندك ما ديري عام وانا الشوربه هذو الصوالح القهوه ديروا كما قلت لكم الصباح ديري قهوه بحليب وعشيه ديري لاتاي يسلك 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 والله العظيم. شوفي كي تكوني تخدمي راسك شوفي الراس على طن ربي باش نخدموه ماشي غير مزوق فوق الفريسان تاعنا يعني فوق لوكور تاعنا. هذه هي الاخوات كل نهار كل نهار نعرف كيفاش نتصرف كل نهار نعرف كيفاش نتصرف. والقضيه كي نروح نشري ندير قائمه قائمه ونجيب على حسب دراهمي ونجيب غير واش ياكلوا وليداتي. انا ما نتبعش ما نتبعش الناس قال كل واحد يدفن امه كيطلع له. هذه هي ما بالنسبه للفارينه انا مازلت باقيه لي فارينه ما نعجنش بزاف يعني غير ما نسحقها كاش حاجه هاكلها. الحمص عندي الزيت عندي ايزيسبري قلت لكم انا يشد لي يفوت لي خمس يفوت لي ربع شهر يعني للامانه دائما نخدم به غير المواعين ما نخدمش بحاجه واحده اخرى. كل حاجه خدمي بها حاجتها مثلا كيما سيت على ماشينو ايزيس باين غير الكسوه. هذا لافسور ديروا الطريقه اللي وريتها لكم تاع اللي تجيبي فيديو تاع الماء هذاك تاع 5 لتر ديري 3 4 تاع الماء زيدي له زوج بوشونات ولا 3 يا اختي ونقي به ولا لي سانيتير ولا هذا مجرد انه يعطي الرائحه. هذا مكان او تشريه وتعطي للدراري يبداو يفرغوا حبيبتي لو كون تشري له زين كاع ما يقدكش انتيا. هذه هي انا هذه اللي نستعملهم. بالنسبه للكوزميتيك هذوك مازال يعني ما كي نقول حنايا عندي ولا بغيت نزيد يعني صح ما زدتش الشهر هذا يعني ما فيها والو يعني نوفرها دراهمي لحاجه واحده اخرى. هذه لو بغيت نقولها لاخواتي ادوا لمحه ادوا لمحه قالك قالك المول يحتاج ويحتاج الانسان دائما يتعلم من خوه ولا الاخت تتعلم من خوتها ما فيها والو. انا ما نعرفش نتعلم كيما انا تعلمت من الكبار هذه هي الطريقه نتعلم من الكبار. يا اختي نجيب غير الضروريات كيما كتشوفوا فيا انا هنايا كيما قلت لكم عندي الحمص
جبت صوالح هادو اللي خاصيني بصح نروح نهيا باش انايا ونجيب غير اللي لقيتها نشريها وغالي شراوها الناس نشريها. ما نكذبش عليك انا بالنسبه للمايونيز جابها ولدي وما جابهاش ولدي ما نشريهاش انايا. هاي وينها من جاب معايا جات في خاطر شريها بدراهمه بصح نكذب عليك انا بدراهمي ما نجيبش. هذه نخدمها في الدار ديجا رانيها عندي انا دارتها لكم راهي في القناه في الدار يعني تضاهي الصياغه هذه بنا وقوام وكل شيء ديجا مقدمتها لكم ديروها في دياركم لوليداتكم وهني راسك. ونتمنى الاخوات يدعموني بلي جيم ويشاركوا في القناه والى الملتقى باذن الله.